عليكم يا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومقارنه قويه بين الريدمي نوت 10 برو والبوكو اكس 3 برو. بناء على طلبكم وناس كتير سالتني على الموبايلين دول يشتروا الريدمي نوت 10 برو ولا البوكو اكس 3 برو، والموبايلين من افضل الموبايلات الموجوده في الفئه المتوسطه من 4000 جنيه الى 5500 جنيه. وعشان كده في البدايه بوضح لكم ان الموبايلات دي قويه جدا ومن افضل الموبايلات الموجوده في الفئه السعريه دي، لكن كل موبايل فيهم مميز بحاجه، فانت لو اهتمامك ايه تروح لايه، تشتري الريدمي نوت 10 برو ولا البوكو اكس 3 برو، وامتى ده يكون مميز ليك وامتى ده يكون مميز ليك. فكل الكلام ده هنعرفه في الفيديو، لكن معاك كده 8 ثواني تعمل لي فيهم اللايك، تعمل فيهم الاشتراك لو انت لسه مش مشترك، اتاكد بقى من الجرس خليه اول او الكل عشان تتابع كل الجديد. يلا اعمل الحاجات دي في 8 ثواني دول ونرجع لبعض تاني. طب يا ابطال، بص بقى يا ابطال، انا عايزك تتابع كده الفيديو ده للاخر خالص، يعني نكمل الفيديو للاخر واتعب شويه لو انت مهتم بالموبايلين دول، عشان في الفيديو ده هنمسك كل نقطه في الموبايل كده نتكلم عليها، ده افضل ولا ده افضل، وفي الاخر كده اقول لك الخلاصه واقول لك الموبايل ده ينفعك امتى والموبايل ده ينفعك امتى. ويلا بينا نبدا على اول حاجه وهي الشكل الخارجي للموبايلات. لو انت حد كده بيهتم بالشكل الخارجي للموبايل والديزاين والروشنه والخامات المستخدمه في الموبايل هتكون ايه. ولو جينا لاول موبايل هو الريدمي نوت 10 برو، الموبايل هنا بريميوم ازاز مصنع من ازاز، الخامات هنا كويسه جدا، السيت اب بتاع الكاميرات شكله مميز جدا، شكل الموبايل كويس وحلو، وزنه كمان خفيف ومعقول. الموبايل هنا بيدعم تركيب كارت ميموري بجانب الخطين، والوزن هنا بالظبط 193 جرام، والموبايل هنا مقاوم للرذاذ الماء او للطرطشه الخفيفه كده، سواء الطرطشه في ميه او في بسين او بتتوضى او مطره ايا كان، فمقاوم للحاجات دي، لكن تنزل بالميه مش نافع. فالريدمي نوت 10 برو هنا كشكل او تصميم ممتاز جدا وكويس قوي. اما بقى لو جينا البوكو اكس 3 برو، ما زال الموبايل هنا مصنع من البلاستيك او البوليكربونيت، وزنه تقيل جدا 215 جرام، بروز كبير في الكاميرات، فالديزاين هنا مش وحش لكن هو مش افضل حاجه. اما كشكل خارجي كده الموبايلات دي فالريدمي نوت 10 برو شكله افضل كتير وكمان وزنه اخف. الفينجر برينت او بصمه الاصبع موجوده هنا في الموبايلين في الجنب، فبيبقى المكان هنا سهل شويه ومريح ليك. ونسيب بقى الشكل الخارجي للموبايلات ونيجي للشاشات، مين اللي هتفوق في الشاشات، ونخش على الريدمي نوت 10 برو. الريدمي نوت 10 برو شاشه من نوع اموليد بحجم 6.67 انش، شاشه حجمها كبير جدا، وشاشه هنا بجوده فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث عالي جدا في الشاشه 120 هرتز. الشاشه هنا عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس من الجيل الخامس بتحميها من الخدوش ومن الخرابيش، والشاشه هنا بتدعم الاتش دي ار 10، ده مميز جدا في مشاهده المحتوى والفيديوهات، وجايب كثافه بكسلات 395 بكسل لكل انش. الشاشه هنا ممتازه جدا ومميزه، كل اللي انت محتاجه موجود في الشاشه، عايز شاشه اموليد موجوده، عايز معدل تحديث عالي كمان موجود في الشاشه. اما بقى لو جينا للشاشه اللي موجوده في البوكو اكس 3 برو فهي نفس الشاشه مع اختلاف النوع بتاعها بس. فالشاشه هنا هي اي بي اس ال سي دي بجوده فول اتش دي بلس، وبحجم برضه نفس الحجم 6.67 انش، لكن عليها طبقه حمايه اعلى شويه جوريلا جلاس 6 من الجيل السادس مش من الجيل الخامس، ودي بتبقى مقاومه اكتر للصدمات. نفس البكسلات 395 بكسل لكل انش، ونفس الاتش دي ار 10 اللي هي حلوه في مشاهده المحتوى، فالشاشتين هنا ممتازين جدا. فاحنا كده قلنا التصميم او الشكل الخارجي للموبايلات، وقلنا الشاشات، قلنا الشاشتين ممتازين، لكن لو انت عايز امتياز امتياز جدا فهتكون شاشه الريدمي نوت 10 برو. عايز تصميم كويس موجود الافضل ليك الريدمي نوت 10 برو برضو، والتصميم والشكل الخارجي ده بيرجع لك انت اكتر، انت عينك بترتاح لايه وايدك بترتاح لايه زي ما قلت. فحتى الان ما فيش حاجه اللي تشدك قوي لاي موبايل من التاني، لكن لو انت عايز بقى الاختيار او اللي هيفرق معاك شويه وهيغير تفكيرك شويه اداء الموبايلات دي، والاداء يعني سرعه الموبايل، يعني الموبايل هيعيش معاك قد ايه، يعني هيكون سلس معاك قد ايه، هيعيش معاك فتره كبيره قد ايه، سنه سنتين ثلاثه ولا هينام على طول. الموبايلين جايين باحدث اندرويد وهو اندرويد 11، واحدث واجهه من شاومي وهي الميو اي 12، وطبعا الموبايلين تبع شركه شاومي سواء ريدمي او بوكو. لكن لو جينا للبروسيسور والمعالج فالريدمي نوت 10 برو جايب سناب دراجون 732 جي بتقنيه 8 نانو متر. اداء المعالج ده في الموبايل هنا في الريدمي نوت 10 برو سلس جدا ومشغل معاك الالعاب وكل حاجه، وسلس جدا سواء في التصفح او بالسوشيال ميديا، وده معالج فئه متوسطه اقوى شويه من سناب دراجون 720 جي اللي موجود في موبايلات كتير في الفئه المتوسطة. اداء المعالج ده بيسخن شوية مع اللعب الكتير او مع شحن الموبايل مع اللعب، او لو انت فاتح الكاميرا لمدة كبيرة، ودي سخونية عادية جدا ومقبولة عشان احنا داخلين
على الصيف. اما بالنسبه للرام والروم او الرام والمساحه الداخليه في الموبايل في الريدمي 10 برو فجايب 6 جيجا رام و8 جيجا رام وبرده مساحه داخليه 64 و128 فمعاك هنا اختيارين من المساحه، لكن هيبقى اخرك 128 جيجا كمساحه داخليه، وده على خلاف بقى البوكو اكس 3 برو اللي جاي نسخه منه 6 جيجا رام مع 128 ونسخه ثانيه 8 جيجا رام مع مساحه داخليه 256 فده ممتاز جدا، والامتياز كمان بيدوم اكتر في الاداء بقى، لو انت عايز معالج قوي جدا فموجود في البوكو اكس 3 برو اداء قوي جدا والسناب دراجون 860 بتقنيه 7 نانومتر، بروسيسور ده فلاج شيب بتاع السنه اللي فاتت فهنا هتاخد اداء جبار جدا، كل حاجه بقى تبقى شغاله معاك سريعه جدا في الموبايل ده في البوكو اكس 3 برو، ودي نقطه التفوق الكبيره قوي في الموبايل ده، لو انت مهتم جدا بالبرفورمانس او بالاداء الموبايل فالبوكو اكس 3 برو هيكون اختيارك اكيد، لكن اختيارك ده هيروح على حساب حاجات ثانيه زي الكاميرات، الكاميرات في الريدمي 10 برو 108 ميجا بكسل ودي الكاميرا الرئيسيه الخلفيه، اما الكاميرا الرئيسيه في البوكو اكس 3 برو فجايه 48 ميجا بكسل، اكيد فرق البكسلات بيقول لك ان ال 108 ميجا بكسل افضل وده بالفعل كمان في الواقع هو افضل، لكن باقي الكاميرات هي الكاميرات المعتاده، كاميرا الترا وايد وكاميرا الترا وايد وكاميرا ماكرو وكاميرا عزل ودي الكاميرات الموجوده في الموبايلين، اما بالنسبه للكاميرات السيلفي فالريدمي 10 برو جاب دقه 16 ميجا بكسل بتتعسى اف 2.5، اما البوكو اكس 3 برو بدقه 20 ميجا بكسل بتتعسى اف 2.2، والكاميرات السيلفي هنا مش افضل حاجه في الموبايلين خالص، يعني تجربه الكاميرات هنا ما زالت معقوله بس مش بتديك افضل حاجه في الفئه المتوسطه اللي موجود فيها الموبايلات دي، اما بالنسبه للكاميرات الخلفيه في الموبايلين فاكيد الريدمي 10 برو يتفوق، موجود فيه تفاصيل اكتر، موجود ثبات عالي جدا سواء في الصور او في الفيديوهات، بيصور معاك 4K فالموبايل ده ممتاز جدا في الكاميرات الخلفيه، اما البوكو اكس 3 برو فما زال برضو اداؤه متوسط مش افضل حاجه لكن اداء متوسط وموجود برضو ثبات الى حد ما وبيصور برضو معاك 4K فهو مش افضل حاجه، فهنا بقى النقط الفارقه في الموبايلين، لو انت حد بتاع كاميرات وبتحب التصوير الكتير وده اهتمامك الاول والاخير اكيد فروح على طول للريدمي 10 برو ممتاز جدا، اما لو انت حد بتاع العاب وجيمر وبتحب الالعاب الثقيله وبتحب تحمل على الموبايل وبتحب افضل اداء في الموبايلات فروح على طول للبوكو اكس 3 برو ممتاز جدا، لكن قبل ما تروح خليني اقول لك ان البطاريات هنا في الموبايلين، بطاريه البوكو اكس 3 برو بطاريه قويه جدا بقوه 5160 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقوه 33 واط، اما الريدمي 10 برو فبطاريه ما زالت ممتازه لكن هي اقل شويه بقوه 5020 ملي امبير وبرده نفس الشحن السريع 33 واط اللي بيشحن معاك البطاريه بالكامل في خلال ساعه او ساعه و10 واللي في ربع ساعه او ثلث ساعه بس بيشحن معاك 50% فده ممتاز جدا، اما بالنسبه للصوتيات في الموبايلين فالصوت ممتاز جدا في الاثنين، الصوت الستيريو بيخرج من تحت وبيخرج من فوق سماعه سفليه وعلويه فده بيديك مزيج كده في الصوت وممتاز جدا، الاثنين موجود فيهم NFC وطبعا موجود المستشعر الخاص بشركه شاومي اللي محتكراه وهو الاي ار بلسر اللي هو الخاص بالتحكم في الاجهزه الكهربائيه فده ممتاز جدا، الموبايلات دي بتشتغل معاك كريموت كنترول في التحكم في الاجهزه الكهربائيه فكويس في ناس كتير بتحب الحركات دي، اما بالنسبه للشبكات الموبايلات دي فكالعاده شبكات شاومي مش افضل حاجه وتحديدا في مصر وتحديدا اكتر مع فودافون فهي مش افضل حاجه، لو انت الشبكه عندك ضعيفه في البيت فالموبايلات شاومي في الفتره الاخيره مش افضل حاجه، اما بقى لو جينا لخلاصه الفيديو ده ولو انت لسه مكمل فانت حد تمام وعايز تعرف الخلاصه فخد مني بقى الخلاصه، الريدمي 10 برو تصميم اشيك واخف وكاميرات افضل وشاشه اموليد فده المميز فيه وممتاز جدا في الحاجات دي، اما البوكو اكس 3 برو فاداء قوي جدا وجبار مساحه تخزينيه اكبر شاشه برضو كويسه بس مش اموليد، فدي بقى يا معلم الخلاصه حبيت اقولها لكم في اخر الفيديو عشان تبقوا مكملين معايا كده، ولو انت لسه مكمل معايا لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتبقى حد متابع كده للكلام ده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون رديت على استفساراتكم، ولو ليك اي استفسار اكتبه في الكومنتات وهرد عليكم في اقرب وقت ان شاء الله، وما تنساش لايك وشير لافاده الغير واشوفكم دايما على خير في رعايه الله.